أشكل حكومة، حكومة كفاءات وطنية مستقلة على كل أحزاب. تغيير تام للمعادلة هو الذي قام به رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بإعلانه التوجه نحو تشكيل حكومة غير سياسية. إعلان جاء إثر تلاوة مطولة لتفاصيل المفاوضات الأخيرة التي جمعت الجملي بكل من حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، والتي انتهت برفض الأحزاب باستثناء النهضة المشاركة في الحكومة لعدم استجابة الجملي للشروط التي طرحتها تلك الأحزاب. ورغم تدخل رئيس الجمهورية فيما يشبه محاولة التجميع، إلا أن محاولته باءت بالفشل. قرار رئيس الحكومة أثار ردود فعل عديدة وسط الأحزاب السياسية المعنية بتلك المفاوضات، لعل أبرزها موقف حركة الشعب والقائل إن حكومة الكفاءات تعد تحالفا مقنعا بين النهضة وحزب قلب تونس. هذه حكومة معدة سلفا، موجودة منذ انتخاب السيد راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان، وفي ظاهرها هي حكومة كفاءات مستقلة كما ادعى السيد رئيس الحكومة المكلف، وفي باطنها هي حكومة قلب تونس وحركة النهضة وكتلة الإصلاح الوطني. ولئن كان موقف حركة الشعب والتيار الديمقراطي اللذين شكلا كتلة واحدة في البرلمان وهي الكتلة الديمقراطية رفض حكومة الكفاءات وإعلان التصويت ضدها، فإن حزب قلب تونس قد اعتبر قرار الجملي انتصارا لخياراته، وأن حكومة الكفاءات ستحصل على ثقة مرحة من البرلمان. اليوم هذا تتويج بالنسبة لنا، اليوم بوصلتنا كانت واضحة كحزب قلب تونس منذ البداية أن الخيار السليم اليوم لإنقاذ تونس هو حكومة كفاءات وطنية، يعني وكان هذا جلي في كل بياناتنا. ومنذ أول لقاءاتنا بالسيد الحبيب الجملي كنا تحدثنا على ضرورة يعني تكوين حكومة كفاءات يعني تبتعد تماما على منطق المحاصصات وتغلب مصلحة الوطن على مصلحة الأحزاب والأشخاص. تتسع الهوة بين الفرقاء السياسيين بتونس يوما بعد يوم، فبين مطالبين بحكومة كفاءات ومناصرين لحكومة سياسية ائتلافية، وبين معارضة مكشوفة الوجه وحكام من وراء الستار، ينتظر التونسيون البدء في تنفيذ البرامج التي لا وضوح لها إلى حد الآن. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية، تونس.